في منتصف القرن ال11 كانت دولة الخلافة الإسلامية في الأندلس بتعاني من ضعف شديد بسبب الانقسامات اللي خلت الدولة الواحدة حوالي 22 دويلة. كل دويلة بيحكمها ملك ضعيف مش قادر يعمل حاجة في حياته غير إنه يطمع في الدويلة اللي جنبه وعايز يستولي عليها. وكانت دي فرصة كبيرة لملوك أوروبا إنهم ينزلوا يلقطوا رزقهم من بين إيدين الملوك المسلمين اللي بينهشوا في بعض. أهم الملوك الأوروبيين دول كان ألفونسو السادس اللي قدر يضم لمملكته ساراكوستا وجرناطة وبطليوس، وكان ملوكهم بيدفعوا ليه جزية كبيرة جدا. كان في الوقت ده المعتمد ابن عباد بيحكم مدينة أشبيلية، ولأن المعتمد كان مهتم جدا بالأدب والثقافة بشكل عام اختار الشاعر ابن عمار عشان يكون وزيره وأقرب صديق ليه على الإطلاق. في سنة 1078 كانت جيوش الملك ألفونسو السادس بدأت تتحرك ناحية أشبيلية وقرطبة، وحاصر ألفونسو أشبيلية بالفعل، وكان ابن عمار وزير المعتمد فاهم كويس إن الحرب هتعني الهزيمة وسقوط أشبيلية في إيد ألفونسو، ففكر في حيلة يرد بيها أذاه من غير خسائر كبيرة. ابن عمار كان عارف قد إيه ألفونسو بيحب لعبة شطرنج، فأمر الحرفيين إنهم يصنعوا رقعة شطرنج ملهاش مثيل، وفعلا قدروا يعملوا أجمل رقعة شطرنج ممكن تشوفها العين من مواد خام نادرة جدا وبأشكال ولا أروع. خد ابن عمار بعد مراجعة المعتمد الشطرنج وراح بيه على ألفونسو السادس. الراجل وحشيته بمجرد ما شافوا الشطرنج انزهلوا من جماله، وعمل ابن عمار بذهائه وخبصه اتفاق مع ألفونسو إنهم يلعبوا دور شطرنج، لو كسبوا ألفونسو ياخد الرقعة هدية، ولو خسر يطلب ابن عمار منه طلب. كان ألفونسو مقلق ورافض في الأول، لكن ابن عمار اللي كان وازز رجال ألفونسو خلاهم يقنعوه ويوافق. وطبعا قبل كل ده كان ابن عمار عايش دور لاعب شطرنج اللي على قده كده لحد ما تفرض. وبدأت المباراة وتفاجئ ألفونسو من استراتيجيات لعب ابن عمار القوية، وخسر ألفونسو. وجيه وقت طلب ابن عمار، طلبك ايه يا ابن عمار؟ قال له انسحاب الجيوش من حوالين أشبيلية. طبعا ألفونسو غضب جدا وقال لا مش لاعب ومش منسحب، لكن رجالته لابن عمار كان مشربهم شاي بالياسمين قالوا له عيب وسمعتنا تبقى في الطين وكاني وماني، فوافق ألفونسو وخد رقعة شطرنج وسنتين جزية من المعتمد وفك الحصار. والحكاية بتمامها زي ما قلتها وردت في كتاب المعجب في حصيلة أخبار المغرب للمؤرخ عبد الواحد المراكشي. طبعا القصة طريفة وابن عمار فعلا تعلب زي ما كانوا مسميينه، لكن دولة زي دي كان لازم بعد شوية تزول لأنها دولة مخوخة، وكان يوسف ابن تشفين فاهم كده فراح خلع المعتمد ونفاه هو وأسرته، ودي كانت بداية دولة المرابطين. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملونا سبسكرايب وتدوسولنا لايك وتسيبولنا تعليق يفيدنا، واشوفكم على خير.